رحلة الإسراء والمعراج أغرب رحلة على مر التاريخ. فالنبي انتقل من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في رحلة الإسراء، وهناك شاف الغرائب، شاف الأنبياء كلهم، كلهم صلوا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان إمامه، وهذا ولا شيء قدام رحلة المعراج، لأنه النبي انتقل من المسجد الأقصى إلى السماء السابع إلى سدرة المنتهى، وهناك التقى بالله سبحانه وتعالى. فهل شافه؟ سيبك من ده السؤال الآن، هذا كله كوم، والمعلومة الجاية كوم تاني. كل هذه الرحلة من مكة إلى القدس إلى السماء إلى مكة مرة ثانية كانت في ليلة واحدة بس. كيف؟ كل هذا حنعرفه في الحلقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلطان حبادي. يلا ندخل. سبب وجود رحلة الإسراء والمعراج، مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث صعبة جدا في الفترة اللي فاتت، منها وثيقة المقاطعة اللي كانت عبارة عن مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب، وكذا كانت الحياة صعبة جدا. عام الحزن، العام اللي مات فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها. رحلة الطائف اللي كانت مع زيد بن حارث على أساس كان بيدور مكان يدعو فيه، ولما راح هناك ما لقى الاعتراض ورمى بالحجارة ورفض غريب، وبعدها مقابلة الجن، إلى ما رجع لمكة مرة ثانية وسكن عند المطعم بن عدي لما نجار. شفت الأمور الكثيرة اللي فوق قبل شوي ذكرتها هذه، كيف تتوقع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقتها؟ أكيد كبشري حيكون زعلان، ولذلك جاءت رحلة الإسراء والمعراج اللي كانت واحدة من الأسباب إنه يهون على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد من الأسباب تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة من الليالي الهادئة بعد صلاة العتمة اللي هي صلاة العشاء تبدأ رحلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقي مع عمه حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب في بيت أم هانئ في المسجد الحرام. المنطقة كلها حرم، والكلام ذا في السنة ما بين 11 إلى 12 ما بعد البعث. فجأة يفرج السقف حق البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين النوم واليقظان، تعرف اللي في النص كذا، فجأة تنزل ملائكة، واحد منهم جبريل، فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم حملوه حتى أتوا به إلى المسجد الحرام عند ماء زمزم. فشق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فاستخرج القلب، فاستخرج علقة من القلب، فقال هذا من حط الشيطان، وجاب كذا طست من ذهب مملوء بماء زمزم، فغسل به قلبه، ثم أفرغ قلبه في ينابيع من الحكمة والإيمان، استعدادا للي حيشوفه في هذه الليلة المباركة الآيات العظيمة، واللي حيلاقي كمان من المعجزات الإلهية. هل كل أحد تصير له معجزة يعتبر نبي؟ هنتكلم عن حاجتين، شيء اسمه المعجزات وشيء اسمه الكرامات. خلينا نتفق انه الاثنين كلهم شيء خارج عن العادة، فاذا الشيء كان من باب التحدي زي عصا موسى عليه السلام ولا احياء الموتى لعيسى عليه السلام، بمعنى انه الايات والبراهين العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى ارسلها للانبياء تأكيدا لنبوتهم، هذه تسمى معجزات. واعظم معجزة زي ما احنا عارفين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القرآن. اما بالنسبة لزي مريم عليه السلام ونوم اصحاب الكهف وجريج العابد، فهذه تسمى كرامات لانه شيء خارج عن العادة، ولكن على يد مؤمنين هم اتباع رسل، فهي على سبيل تقوية الإيمان وحب الله لهم، مو على سبيل التحدي. أما إذا كانت هذه الخوارق على يد أعداء الله زي المسيح الدجال، هذه تسمى ابتلاءات، فالتقي القوي حيعرف أنه هذه ابتلاءات والضعيف عد الله يعينه. إذن فالمعجزات خاصة بالأنبياء ما يقدر عليها لا إنس ولا جن، والكرامات فهي لولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين. لما غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية، المرة الأولى قلناها لما كان صغير، قلناها في هذا الحلقة، جاب جبريل عليه السلام وسيلة نقل للنبي صلى الله عليه وسلم جاهز، وهي على شكل حيوان عظيم يسمى البراق. البراق أصغر من الفرس وأكبر من الحمار، تضع خطواتها فتصل إلى مد بصرها. قيل سمي البراق براقا من البرق، وقيل لأنه دابة بيضاء والبياض يدل على البريق، فمن البريق أخذ اسم. لم يثبت البراق أنه عنده جناحين. كان وقتها البراق جاهز، وكل ما يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع فوقه البراق ما يخلي الله. قيل لأنه الفترة كانت بين النبي عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم طويل. أنا حقول لكم ليش قلت هذه الجملة. المهم لما جبريل عليه السلام شاف الوضع كذا، البراق مراضي خلي النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه، تكلم وقال أبي محمد تفعل هذا، فما ركب أحد أكرم منه، فصب البراق عرق إجلالا لمقام محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل وركب فوق النبي صلى الله عليه وسلم لتبدأ بعدها رحلة الإسراء. هتقول لي بروحه ولا بجسده؟ هقول لك بالاثنين. ولا ليش استخدم البراق طيب؟ قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالنبي هو راكب البراق وصل للبيت اللي بناه يعقوب عليه السلام واللي رممه سليمان عليه السلام، أول قبلة في الإسلام المسجد الأقصى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك ربط البراق الحلقة التي يربطها الأنبياء، نفس الحلقة اللي كان يربطها الأنبياء البراق هناك، والحلقة هذه كانت قدام باب المسجد.
الأقصى. فقال هنا والله أعلم إنه ركبوا الأنبياء البراق هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هنا وربط البراق كما عملوا بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ركبوا إبراهيم عليه السلام قبل كذا. عشان كذا قلت لكم قبل شوية إن الفترة اللي كانت طويلة ما بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأنبياء ركبوا البراق. المهم لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس وجد جميع الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم كلهم واقفين على شكل صفوف، صف ورا صف، صف ورا صف، وكل هذا عشان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لأن الصلاة وقتها كانت ركعتين ما كانت زي الصلاة اللي نعرفها. يكون النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم فعلا، وفعلا هذا اللي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إمام، فكانت تلك الصلاة أعظم صلاة تاريخ البشرية كلها، أعظم إمام بأعظم مأمومين، متخيل؟ فبعد هذه الصلاة المهيبة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، فجاله جبريل بوعاءين، وعاء فيه خمر وعاء فيه لبن وخير، فاختار وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الوعاء الذي فيه لبن، فقال جبريل عليه السلام: هديت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. أيضا وقيل هذه الحادثة حصلت في السماء، وفي اللي قال بعد ما خلصت رحلة المعراج هو راجع لمكة. المهم فمن الأنبياء اللي شافهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك في مسجد الأقصى وصف منهم موسى عليه السلام وقال عنه إنه خفيف اللحم نحيف كأنه من قبيلة أزد شنوء اليمنية لأنه معروفين بالطول، وبرضه وصف عيسى عليه السلام وقال عنه إنه أبيض به حمرة وشعره فيه انثناء وعريض الصدر، وكان أقرب واحد شبه اللوم صحابي يسمى عروة بن مسعود الثقفي رضي الله، وبرضه وصف إبراهيم عليه السلام وقال عنه إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام. فلما انتهى من هذه الحادثة خرج من بيت المقدس زي ما قلت، فجأة ينصب له سلم من السماء إلى الأرض ليصعد للسماء في رحلة المعراج، وقيل إنه البراق هو اللي وداه، وقيل إنه جبريل عليه السلام هو اللي وداه. وهنا خلص رحلة الإسراء. عملت لايك ولا لسه؟ يلا نكمل. والآن حتبدأ معانا رحلة المعراج. عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومعاه جبريل عليه السلام، ووصلوا للسماء الأولى وتسمى بالسماء الدنيا. فطلب وقتها جبريل عليه السلام بفتح باب السماء من الملك الموكل بفتح البيبان وبباب السماء وبباب السماء الدنيا. فقالت الملائكة: من المستفتح؟ فقال جبريل: هذا دليل إنه الملائكة تستأذن عند الدخول من بيبان السماء. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقالوا الملائكة: وهل أرسل الله بأمر عروجه إلى السماء؟ فقال: نعم. هذه حكمة إنه الله سبحانه وتعالى كان بيوري النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو معروف في السماء ترى، لأنه لو ما كانوا يعرفوه كانوا قالوا: مين محمد اللي قاعد تقول مين معاك؟ المهم فسلمت الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نعم المجيء. وقتها فتح باب السماء الدنيا، فدخلوا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن يمينه أهل الجنة وعن يساره أهل النار، وكل ما رأى يمينه يضحك وكل ما رأى شماله يبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: قال له: مين هذا؟ جبريل رد عليه قال: هذا أبوك آدم عليه السلام. وقيل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كمان رأى نهران يجري، فسأل عنه جبريل، وجاء جبريل رد عليه إنهم النيل والفرات. ثم مضى جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر اللي طايا. موضوع النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا وعليها لأنه المشهور إنه في السماء السابعة، ونفس الشيء في نهر الكوثر في السماء الدنيا لأنه المشهور إنه مدرين هو نهر الجنة. فأنا بس حبيت أقول الأقوال هذه كلها. المهم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام وسلم عليه ورد آدم عليه السلام السلام، وجاء قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بالخير. ثم وقتها عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، ونفس الكلام اللي قالته بملائكة السماء الأولى قالته بملائكة السماء الثانية إلى من فتح باب السماء الثانية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى مين فيه؟ يحيى وعيسى عليهم السلام أولاد الخالة، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فردوا السلام وقالوا له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا له بالخير. ثم عرج إلى السماء الثالث ورأى فيها رجل جميل جدا اسمه يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الحسن أي نصف الجمال، سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد يوسف عليه السلام السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بالخير. ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فرأى مين فيها؟ إدريس عليه السلام، قال له: أهلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بالخير. وراح الخامسة لقى من فيها هارون ونفس الشيء، وراح السادسة لقى فيها مين؟ موسى عليه السلام، فرحب به وأقر بنبوة. فلما جاوزوا النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى اللي بكيك موسى، قال: لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي اللي هو موسى عليه السلام، وهذه الأمة نحن اللي أنا وأنت وكلنا جميعا مسلمين بإذن الله تحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه بركة. ثم بعدها عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة من لقى فيها إبراهيم عليه السلام، وكان مسند ظهره على البيت المعمور، والبيت المعمور هذه كحال كعبة الأرض زي كعبتنا نحن بالضبط، فوق الكعبة في السماء السابعة كده نفس البو، لو طاحت تطيح الكعبة، يدخلها كل يوم
اليوم 70,000 ملك ما يرجعوا لها مرة ثانية. المهم فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم عليه السلام وسلم عليه، فرد إبراهيم عليه السلام السلام وقرب نبوته ودعا له بالخير. وفي رواية أن إبراهيم عليه السلام قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك السلام. إبراهيم عليه السلام يسلم علينا وأخبرهم إنه الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأنه غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فكان إبراهيم عليه السلام آخر نبي رآه في السماء السابعة. انتقل بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان عظيم اسمه سدرة المنتهى، وهذه شجرة ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وما يهبط إليها فيقبط عندها، وقيل ينتهي عندها علم الملائكة. ورقها كأنه أذان الفيل وثمارها كأنها الجرة الكبيرة. وفيها أعطى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء عظيمة، ألا وهي صلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة اللي من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أنه يغفر المقحمات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يشرك بالله شيئا، والمقصود بالمقحمات اللي هي كبائر الذنوب التي تقحم صاحبها النار، فمن مات دون التوبة من تلك الكبائر فهو في مشيئة الله، إما يعذبه وإما يغفر له. المهم بعدها عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماء. ووجد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم نور عظيم ليس كمثله شيء، ليس له وصف أو تأويل. هذا الحجاب حجابه الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تكلم وقتها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة ذاك الوقت. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إلى السماء السابعة السادسة، فلقى مين؟ موسى عليه السلام. فسألوا موسى عليه السلام ما فرض الله على أمتك يا محمد؟ فقال 50 صلاة. فجاء موسى عليه السلام قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع إلى الله فسأله التخفيف وإنه أنا أعطيت بني إسرائيل نفس المواضيع هذه فضعفوا وتركوا، وإنه أنت أمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فما بالك يعني إذا أنا ذاك الوقت ما قدروا يسووا شيء فأنت 50 صلاة أمتك هتسوي شيء؟ لا، فسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار له جبريل بالموافقة فقال نعم إن شئت يا محمد وروح. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى فسأله التخفيف فقال يا رب خف. والكلام هذا حصل أكثر من مرة، راح محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى بين رجع إلى موسى عليه السلام وقال له روح اسأل ربك التخفيف إلى ما نزلت إلى 5 صلوات من 50 إلى 5. فكل يوم وليلة تفرض على العبد 5 صلوات ولكل صلاة 10 حسنات 10 أجور يعني، وكذا 50. ثم قال الله سبحانه وتعالى من هم بحسن فلم يعملها كتبت له حسن، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، وإن عملها كتبت له سيئة. فنزل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام فأخبر موسى عليه السلام قال له ها كم إيش صار خفف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رجعت يا ربي حتى استحيت منه خلاص بعدما خفت لي من 50 إلى 5 ولكن خلاص رضيت وسلم. فينزل بعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقابلة، مقابلة الله سبحانه وتعالى إلى مين؟ إلى مقابلة سكان مكة قريش. أهلا وسهلا ويلكم باك. وهذه الحادثة كانت في ليلة واحدة، تخيل ليلة واحدة معجزة. الرسول وقتها كان شايل هم إنه كيف الناس حتصدقني دحين، فاعتزل الناس حسب الكذب بالهم والحزن اعتزل الناس. ويوم من الأيام مر من جنبه أبو جهل وقال له ها يا محمد إيش عندك جديد؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندي أشياء جديدة أقدر أقول لك هي. فحكاه وقال له إنه رحت بيت المقدس. فأبو جهل قال له دحين أنت قدامي ورحت ورجعت في ليلة واحدة؟ فالرسول قال له إيوه. وقت أبو جهل ما كذب إيش سوى؟ راح جمع الناس كلهم عشان يسمع الكلام هذا. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام. فروح كلهم قالوا نفس الكلام. كذا بعد ما جمعوا كل قريش قالوا انت الحين قدامنا ورحت في ليلة ورحت ورجعت؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايوه. وقتها مجموعة رياكشنات ما اوصف لكم قديش، اللي حاط راسه واللي ايوه كمل صفي واللي مو عارف يكذب ولا. ولكن هنا مين صدق؟ ابو بكر الصديق، عشان كذا يسمى الان الصديق. وقتها مجموعة قريش كانوا بيتأكدوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقالوا له طب تقدر توصف لنا المسجد الاقصى؟ لانه بيننا ناس كذا راحوا وعارفين كيف شكله فاوصفوا لنا. فقعد يوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويوصف كانه قدام، وبعدين اتلخبط في الوصف. وقت الله سبحانه وتعالى اعطاه كذا زي الرؤية للمسجد الاقصى وصار يشوفه ويوصف لهم وصف دقيق. وهنا الناس مستغربه وجو قالوا والله الوصف هذا والله قد اصاب. لتنتهي هنا رحله الاسراء والمعراج، اعظم رحله.
التاريخ. وفي ناس مشككين في هذه القصة. بالنسبة للإسراء ما يحتاج، مذكورة في القرآن ومذكورة في الأحاديث. أما بالنسبة للمعراج ما ذكر في القرآن صراحة، ولكن ذكرت قصة تدل على المعراج واللي هي موجودة في سورة النجم اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى جبريل. رأى مرتين بصورة حقيقية، مرة عند الوحي ومرة اللي نزل الأخرى لما كان في السماء اللي معه في رحلة المعراج عند سدرة المنتهى. وهذا غير الحديث المشار على موضوع المعراج. ولقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف الله سبحانه بس شاف نور، شاف الحجاب. وأما في الآخر إن شاء الله فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنين وأهل الجنة، وهذا بإجماع أهل السنة. وأما الكفار فهم محيون. قربنا من نهاية القصة بس رفراص في مجموعة تسأل وبحاول أجاوب عليه. أول شيء ما الحكمة من ذكر الأنبياء دول اللي التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي في كل سماء، وليش ما هم أنبياء تانين؟ وإيش السر؟ ذكروا العلماء أسباب كثير في هذه المسألة، ولكن أحسن ما ذكر هو ما قاله بعض العلماء إنه لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هذول لأنه سيقع له ما وقع لهم، بمعنى إنه آدم عليه السلام كان في الجنة فأخرجوا مين؟ أخرجوا إبليس عدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة مكانه زي ما آدم عليه السلام كان في الجنة مكانه، هنا أخرجوا إبليس وهنا أخرجوا مين؟ قريش. وهكذا على كل نبي. ودحين نجي للسؤال الأهم، سؤال الحلقة، كم سرعة البراق؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راح أماكن مرة بعيدة وبسرعة في يوم وليلة. عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم متجهز بشغل الصدر وتجهز بيولوجيا، صار جاهز لهذه الرحلة. بس الرحلة هذه ترى تحتاج لها سرعة مهولة وقطع المسافات في الأرض مو زي مسافات الكون لما نتكلم في الموضوع هذا. ففي الأرض نحن نقيس السرعة بايش؟ كيلومتر في الساعة ولا كيلومتر في الثانية على حسب يعني. ولما نطلع برا جو الأرض وندخل في الفضاء فنقيس السرعة بايش؟ بالسنة الضوئية على حسب الضوء كم سنة يمر، فنحسب كم سنة ضوئية بين هذا وهذا. والبراق لما راح من مكة لبيت المقدس كان في جو الأرض فراح بالكيلومترات، ممكن نقول نقدر نحسبها ممكن، بس لما نشوف سرعته لما راح من جو الأرض وخرج وصعد للكون، ومو بس للكون، راح لسابع سماوات، هنا تحلف انه انت تحلم انك تحسب، وانه خطوة البراق لمد بصره وانت ما تعرف قد ايش مد بصره خلقه، لانه انت اسرع حاجة تعرفها الضوء. كم سرعة الضوء؟ سرعته ثابتة في البراق اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية، ترى كذا كذا الضوء حرفيا. ممكن الشخص يقدر يحسب الزمن اللازم لقطع الضوء مسافة معينة بالقوانين الفيزيائية اللي نحن نعرفها، فكذا يصير نعرف انه اسرع سرعة نحن نعرفها الان اللي هي سرعة الضوء، ترى زي ما قلنا على حسب القوانين المعروفة. فعلى حسب القوانين المعروفة انه في جسم متحرك يروح الى سدرة المنتهى ويرجع مكة في ليلة واحدة، ترى الموضوع معناته اسرع بكثير بالبلايين من الضوء. فممكن نقول على خطوة البراق زي ما قال الدكتور الأستاذ النعيمي إنه هو خطوة فضائية كونية، مو سنة ضوئية، لا خطوته بس هي خطوة فضائية كونية، متخيل؟ يعني كأنه من كل خطوة خطوة يروح كون تاني، شيء ما خش، كأنه زمن متوقف، كأنه ما في زمن. فالموضوع معقد بشكل مهول. فاللي نقدر نقول إنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حرم. نحن نتكلم قدام معجزة إلهية، كل قوانين الحياة شدها وانتقف. وإنه في حاجة كمان، جسم النبي صلى الله عليه وسلم ما احترق وهو يدخل جو الأرض. فاكر لما نط فيليكس ومعاه مدري إيش عشان لا يحترق، والنيازك والشهب لما تيجي على جو الأرض يحترقوا، النبي صلى الله عليه وسلم لما انخرق جو الأرض ما احترق. فالموضوع معجزة ربانية، كن فيكون. وفي أقوال يقول لك إنه النبي صلى الله عليه وسلم راح ورجع وسرير لسه دافي، ولا إناء الماء لسه يقطر قاعد، ولا سلسلة الباب لسه قاعد تتحرك، ولا شيء يثبت من هذا الكلام. عمون والله إني مرة تعبت في هذا المقطع. الله يسعدكم ونشوفكم على خير. سلام.